في روسيا قدمت الحكومة بقيادة ديمتري ميدفيديف استقالتها للرئيس فلاديمير بوتين، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح في وقت سابق اليوم إجراء استفتاء على تعديل الدستور الروسي بحيث يزيد من سلطات البرلمان ويبقى في الوقت ذاته على نظام رئاسي قوي في البلاد. وصرح بوتين في خطابه السنوي أمام البرلمان أنه لن تكون روسيا قادرة على بناء نفسها إلا على أساس احترام الرأي العام.